يعني حبذا لو تجمل لنا وكملخص يعني حول الآثار التي يعني تركها هذا الموضوع، موضوع استبدال الليرة السورية بالليرة التركية في تلك المناطق على المواطن، السلبيات والإيجابيات لو تكرم. يعني طبعا المتأمل أو المأمول كان من هذا المشروع فعلا لم يحقق النتيجة للأهالي حتى اللحظة. الأهالي في محافظة إدلب وعموم مناطق الشمال السوري حتى اللحظة لا تزال تشعر باستغلال كبير، سواء من التجار أو حتى من محال الصرافة والبنوك الرئيسية التي هي أدخلت هذه العملة إلى مناطق الشمال السوري، وهي التي يعني حكرا عليها استبدال العملة وإدخالها. حتى اللحظة الأهالي شعرت بأن إدخال العملة أو العملة التركية كبديل للعملة السورية لم يحقق لهم أي نتائج واضحة، بل على العكس تماما. يعني اللي نتحدث اليوم عن الأسعار التي كانت قبل شهرين من الآن مع إدخال العملة التركية كبديل، الأسعار اليوم هي ضعف الأسعار التي كانت عليها، علما أن الليرة السورية كانت مقابل الدولار الواحد تساوي 3000 ليرة للدولار الواحد. اليوم نتحدث عن 1650 تقريبا أو 1600 ليرة مقابل الدولار، يعني انخفضت قيمة الليرة مقابل الدولار أو ارتفعت لكنها لم تؤثر إطلاقا. التجار استغلت هذا الموضوع بشكل واضح لتثبيت الأسعار بالليرة التركية والتلاعب ويعني تبديل العملة لأخذ الليرة السورية من الزبائن بشكل عام. يعني تم تحديد الأسعار المواد الرئيسية كالخبز والمحروقات بالليرة التركية، لكن هذا الشيء لم يؤثر على الشريحة الكبرى من المجتمع السوري. يعني المجتمع السوري ببساطة فقط هو يعني مجتمع يعيش على اليومية، أكثر يعني الشريحة العامة، أكثر شخص أو مواطن سوري هنا في محافظة إدلب يملك 4000 إلى 10000 كأقصى حد في جيبه لليوم الواحد، وبالتالي كلها عبارة عن 5 دولار. لا يمكن أبدا أن يقوم باستبدال هذه العملة لليرة التركية، لأنه يأخذ بالليرة السورية ويقوم باستبدالها بالليرة التركية بشكل غير مناسب وبأسعار تزداد عن السوق المتعارف عليها، وبالتالي استغل التجار هذا الموضوع. يعني اليوم كأبسط مثال، كيلو لحمة الخروف يساوي تقريبا من 86 إلى 90 ليرة تركية في محافظة إدلب. هذا السعر يعني مختلف عن أي من دول الجوار، وهو سعر لم تشهده المنطقة من قبل، وقس على ذلك كل أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية. وبالتالي التجار استغلوا استبدال العملة لتسعير كل بضاعتهم بالليرة التركية، ثم أخذ من المواطنين بالليرة السورية، والاستفادة من كل هذا الفرق الكبير باستبدال العملتين. ويعني طيب مسلم، في هذا الجانب خليني أخذك أنت كمراقب، يعني السلطات الموجودة هناك يعني ما عم تراقب التجار، هاي الحالة الاستغلالية من قبل التجار لهذا الموضوع؟ ما في رقابة، ما في يعني مش عارف يعني عقوبات أو قضاء أو إلى آخره؟ يعني مع كل أسف حتى اللحظة الرقابة تختصر على موضوع الجولات للتموين هنا متعارف عليه في محافظة إدلب. ينتقل إلى المحلات، يتأكد فقط من أن المكان أو المطعم أو السوبر ماركت مثلا يقوم بتسعير بضاعته بالليرة التركية، لكن هذا الإجراء غير كافي أبدا، لأنه يسعر بالليرة التركية قيمة البضاعة، لكنه يقوم المواطن السوري بدفع بالليرة السورية، يستغل ذلك بأنه يرفع أكبر سعر للليرة التركية ثم يقوم باستبدالها وصرفها ليقوم بأخذ الليرة السورية قيمة هذه العملة، وبالتالي الأرباح ازدادت بشكل كبير سواء للتجار أو حتى محلات الصرافة ومراكز بيع العملة. طيب مسلم، بنفس السياق، أنت هذول التجار ويعني هل تعتقد أنه لهم انتفاع مشترك مع بعض المسيطرين في تلك المناطق، مع بعض المتنفذين قادة الفصائل مثلا؟ لهيك ما عم يتم ضبطهم بالطريقة المثلى؟ برأيي الشخصي حسب ما أشاهد بالطبع، يعني هناك علاقات تربط، لأن يعني مورد المال الرئيسي لليرة التركية هو مورد واحد من البنوك التابعة للحكومة المحلية هنا، وبالتالي هي المتحكمة بسعر استبدال الليرة التركية أو حتى العملات الأخرى. يوم بنك شام وهو أكبر مصدر للعملات الأجنبية هنا في محافظة إدلب قال أنه توقف عن إعطاء الليرة السورية، لكن الواقع فعلا أنه يتم حتى اللحظة الليرة السورية، لأن الاستغلال الذي حصل سابقا أن التجار تقوم كما ذكرت بأخذ الليرة السورية من المواطنين مع التسعير فقط، يعني الليرة التركية لم تدخل إلى الواقع إنما فقط بالتسعير. التعاملات حتى اللحظة أغلب التعاملات هي بالليرة السورية والتسعير بالليرة التركية، وبالتالي الهامش والفروقات الربح ازدادت بشكل كبير سواء كما ذكرت للتجار أو أصغر. طيب سؤال أخير مسلم بعد إذنك، وأشكرك على كل هاي المعلومات التفصيلية. لما تتحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، هل ينعكس هذا على الأسعار أيضا على الليرة التركية ولا لا؟ بثبتوا الجماعة عند أعلى سعر كان؟
مع الأسف عمر، يعني كما ذكرت أبسط مثال فقط حتى يسن المستاذ المشاهدين، قبل أسبوع بالضبط كان سعر كيلو لحمة الخروف ب 50 ليرة تركية، وكان سعر صرف الدولار 2500 ليرة تقريبا، اليوم الليرة السورية طبعا، اليوم سعر صرف الليرة السورية 1600 ليرة، ازدادت سعر كيلو لحمة الخروف لتصل إلى كما ذكرت 86 إلى 90 ليرة تركية. هذا الارتفاع غير مقبول، يعني لا يوجد له أي مبرر، لكن يقول التجار أن الليرة انخفضت وبالتالي هو سيحمي نفسه أمام التلاعب بأسعار صرف سواء الليرة السورية نعم. مقابل الدولار أو حتى مقابل الليرة التركية. طيب مسلم سيد عيسى، شكرا جزيلا لوجودك معنا، وسلمنا على كل أهل إدلب وانتبهوا على نفسكم.